بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وحبتي في الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان مبارك كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. غدا إن شاء الله أول يوم من رمضان. لماذا قلت لكم ولطالما أذكركم بقراءة القرآن بصوت تسمعونه، كي ينجلي القلب، كي تخشع في صلاتك، كي تخشع جوارحك. نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأفضل طريق أنك تنصت هي أنك أنت القارئ تقرأ وتسمع يعني تعمل على تجويد صوتك. نعم، ليس منا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى في القرآن. فنتغنى في القرآن، نتعلم كيف نتغنى كيف نتعلم، كيف يعني نطور من أنفسنا في هذا الصوت، فينجلي هذا القلب وتنجلي الجوارح، يعني تخشع هذه الجوارح. نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في هذه القلوب تلين وتصبح كأفئدة الطير. والله لا تقرأ القرآن، لا يحرك لك شيء، لا يحرك جوارحك، لا يحركك، لا تستشعر. عشان تحب القرآن، سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني ولو آية. فعندما تعيش الآية ويتكشف لك عظمة هذا الأمر، فتبين أنت تتبين وتبين للناس ماذا وجدت من قراءة القرآن بصوت تسمعه. هذا القلب يلين، أنت بتصير يعني حنون، لين، هين، مش فضا غليظ القلب. نعم، هذا القلب سيجليه القرآن جلاء. نعم، سيمحو عنه هذا الدرن الذي يعني الصدأ الذي غطى هذا القلب. فبالصوت هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عندما قلنا يعني الآية تقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا القلب يخشع. وعندما تقف بين يدي الله في الصلاة كذلك تخشع. ويقول مولى عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ستحب قراءة القرآن إذا قرأ بصوت تسمعه. في البداية الصوت مش جميل، مش عارف تظبط الصوت، مش عمال يطلع معك أول مرة، ثاني مرة، 10 مرة، 50 مرة، بعد شهر، بعد شهرين، كل يوم جدد. في بالموبايل مسجل، ممكن انك تسجل وتسمع نفسك وتشوف شو أغلاطك وتعود تظبط يعني حتى يصير صوتك. وتسأل الله وتلح على الله انه يظبط لك صوتك، والأوتار الصوتية تتغير، لأنك انت بدأت تقرأ بالبداية في جفاف، بالآخر بصير عندك صوت جميل وتعرف حالك شو عمال تعمل إن شاء الله. فأنا إن شاء الله بدي أقرأ ما تيسر. أنا لست مقرئ، ولكن يعني أقرأ هكذا، أقرأ أنا هكذا أقرأ القرآن. فأنا أحب القرآن وأحب أن أجالس القرآن، والحمد لله رب العالمين. ومن كتم علم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فكل ما أعرف علي أن أبينه لكم لتعرفوا كيف تحب القرآن. أفضل طريق أنك تحب تقرأ القرآن أنك تتغنى فيه حتى يستشعر هذا القلب، تستشعر جوارحك، وهيك بتصير يعني تستشعر الآيات اللي فيها رحمة، الآيات اللي فيها عذاب، تستشعر الأقوام الذين مضوا. نعم، بالصوت. فهذا القلب يعني نعم، المصحف يتلألأ بعد ذلك، وكل الأمور تنسجم مع بعضها البعض. فأنت منسجم مع القرآن، والقرآن منسجم معك، وبتصير أول شيء تريد أن تذهب إلى البيت تفتح القرآن، كل مكان أنت مع القرآن. هذا بيت القصيد، هذا الصوت سيقول يعني خلص أنت بتحب القرآن، مش عليك ختم بدي أخلصها، علي جزء بدي أخلصه وخلص. لا، تصير كل الوقت بدي أقعد مع القرآن. نقرأ على بركة الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننهي إن شاء الله هنا، يعني نبلغني ولو آية، نقرأ في صوت فينجلي هذا القلب وتخشى هذه الجوارح. فنحب أن نقرأ القرآن ونكثر 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 ونكثر، ما في عندي ختمة وعشر ختمات. فهكذا يعني حياتنا قرآن. نعم،
أهل القرآن أهل الله وخاصته. نعم، ف يعني سبحان الله، يقال مش يقال، هي حقيقة. الإمام أحمد قد رأى المولى عز وجل، قال رأيت المولى عز وجل، لا ندري كيف رأى، ولكن رأى في رؤى في قلبه، لا أدري. المهم، رأى المولى عز وجل 99 مرة، وقال لئن رأيت ربي في المرة 100 لأسألنه ما هي خير الأعمال إليك يا ربي. فرأى الله جل في علاه في المرة 100، قال له يا رب ما هي أحب الأعمال إليك؟ قال له قراءة كتابي يا أحمد. قال له أبتدبر أم بغير تدبر؟ قال له بتدبر وبغير تدبر، فلك في كل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حسنة، لكن الألف حسنة فيها 10 حسنات، الحرف بعشر حسنات. نعم، الألف 10 حسنات، واللام 10 حسنات، والميم 10 حسنات، هي 30 حسنة في ألف لام ميم. وهكذا في سورة البقرة 250 ألف حسنة إذا قرأتها كل يوم، كل يوم 250 ألف حسنة، ويزيد ويزيد ويزيد. فهذا هو كتاب الله الذي سبحان الله يغير من حالك، يغير من أحوالك، تتغير وكأنه من مانيتور، يعني أشعة سينية، يعني تتفقد هذا الجسد وتعطيك، تصلح العطب أو الخلل الذي عندك في جسدك من الحواس ومن الروحانيات ومن الأسقام. وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة، شفاء للناس ورحمة. نعم، فهو شفاء بكل معنى الكلمة. نقرأ ما تيسر. كيف أقرأ أنا بفضل الله؟ لكن ممكن أسرع، ولكني أكيد رايح أجود أفضل مما أنا على الكاميرا، يعني أكيد هكذا، لأنه هكذا إحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصمنا. جرب دائما دائما الإكثار. نعم، لا ننسى الاستغفار. الاستغفار مفتاح المغاليق، يفتح الله فيها مغاليق كل شيء منعنا عنه بسبب ذنوبنا، فيفتح علينا في قراءة القرآن، يفتح علينا بالفهم، يفتح علينا في العلم، يفتح علينا بالأرزاق، يفتح علينا بكل شيء بهذا الاستغفار. لا نترك الاستغفار أبدا ناحينا، لا برمضان ولا بغير رمضان. نعم، نكثر، اجعل لك ورد أقل ما يكون 10,000 حتى في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لا يضركم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء، بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. شحطت. هذا هو اللي بقول إنه بالكاميرا بتغير كل شيء. الحمد لله رب العالمين على كل حال، لكن هكذا نتفاهم مع القرآن فينجلي هذا القلب ونخشى في صلاتنا ونضلنا دائما في روحانيات عالية بإذن الله الواحد الأحد. رمضان كريم مبارك. اجتهدوا. نعم، فيها ليلة، فيه ليلة تقدر في مقادير الخلق، فهيك خلي رمضان له هيك نكهة خاصة، نكهة القرآن، نكهة القيام، نكهة الصيام. استشعر عندما قبل ما تفطر، يعني قبل المغرب، لك دعاء مستجاب بإذن الله تعالى، فاستشعر إن الله سيعطيك. اسأله أن يقدر لك خير في ليلة القدر، أن يقدر لك عمر مديد وحياة طيبة وملء الرضا، ملء التمكين، ملء السعادة، وللأمة كذلك ملء الفهم والعلم والقرب من الله، ملء الرضا والرضوان، نعم، وحب القرآن وحب ما يحب الله وكل هذا. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضاه. نسأل الله العلي العظيم أن يفتح علينا وعليكم وأن يرضيكم ويعطيكم كل مسألتكم دعواتكم. ولا تنسوا تعليقاتكم وتفاعلكم وانشروا هذا الكلام. كنتم خير أمة قرأت الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى ما كنتم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. لكن صعب أنك أنت من كثر ذنوبك تأمر بالمعروف، لأنه ما بتطلعش معك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فما بتطلعش معك لأنك أنت يعني غرقان في وحول الشهوات. لكن بإذن الله تعالى مع الاستغفار مع سورة البقرة كل هذا سينتهي، وستنهض أنت والأمة كلها قاطبة إن شاء الله بفضل أن بلغ عني ولو آية. هذا فعل الاستغفار وفعل سورة البقرة. أنت تستغفر وتقرأ سورة البقرة وهم يفعلوا، يعني بفضل الله مما استودع فيهم من أسرار. نتوب عن الذنوب والقيل والقال والغيبة والنميمة عشان الله يسهلنا أمورنا وتصير حياتنا طيبة كريمة راحة بال، هداه حياة طيبة جميلة. والله هذا ما نجده والحمد لله رب العالمين. أنا أتكلم من حقيقة أعيشها، لا أتكلم من خيال، هذه حقيقة بفضل الله. فكل كلامي أنا مسؤول عنه أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. رمضان بكرة
رمضان إن شاء الله 2023، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.